السلام عليكم. من فترة كنت غيرت العدسة بتاعت الكاميرا، وقبلها كنت غيرت الكاميرا نفسها، ودلوقتي بفكر ان انا بغير اللابتوب وبنيت جو برو جديدة وحاجات كتير كده كنت بغيرها في الحاجات بتاعت الكاميرا والتصوير. وده اللي اداني الفكرة بتاعت الفيديو بتاعت النهاردة، ان انا اتكلم فيه عن الاخطاء اللي انا عملتها في الحاجات اللي انا كنت بشتريها ليها علاقة بالتصوير. وده نتيجة حوالي 5-6 سنين تصوير، سواء الحاجات دي بتاعتي شخصيا او انا كنت بجربها في استوديوهات او مع ناس انا كنت بشتغل معاها. خلينا نبدا مع اول حاجه نتكلم عليها النهارده، وهي التليفون. كل التليفونات دلوقتي بقت الكاميرات بتاعتها حلوه، والاسعار بتبقى متقاربه الى حد كبير. بس اخر 2-3 سنين كل البراندات وكل التليفونات بتركز على جوده الكاميرا، ودلوقتي هي ديت اكبر حاجه بتخلي التليفونات تتباع. طب لو في مجال التصوير بقى، وانا ارشح حد يجيب تليفون عشان يساعده سواء يعمل فلوجينج او ان هو يساعده في التصوير بشكل عام، فبنسبه كبيره انا هرشح لك الايفون، رغم ان انا شخصيا معيش ايفون. بس الايفون فعلا بيثبت ان هو تليفون بكاميرا قويه جدا، وفي ناس بتعتمد عليها ككاميرا اساسيه في الفلوجينج بتاعه، ببساطه لان الايفون فيه هاي دايناميك رينج عالي جدا، غير ان هو فيه ستابلايزيشن بيبقى عالي جدا برده مقارنه بتليفونات تانية كتير. وده حاجه دخلت مؤخرا تقريبا السنه دي في التليفونات الجديده، ده غير ان السكين تون في الايفون تقريبا مش موجود في اي تليفون دلوقتي. حتى التليفونات الجديده مش قادرين يوصلوا لنفس السكين تون اللي بيطلعها الايفون. لكن في نفس الوقت في تليفونات كتير دلوقتي في السوق موجوده وفيها جوده كاميرا عاليه جدا تقدر تقارنها بالايفون حتى، وفرق السعر بيبقى كبير في صالح التليفونات التانيه. وانا واحد من الناس، وانا بدور على تليفون كنت بدور على تليفون بجوده كاميرا كويسه وان فيه ستابلايزيشن عالي، مقارنه بالتليفونات القديمه اللي هي مجرد ما بتتهز او بتحرك ايدك بتلاقي ايه الصوره بتتهز، وده طبعا بتبقى حاجه مش كويسه، بالذات لما بتيجي تعمل ايديت وتشوفها على الكمبيوتر. وانا شخصيا معايا شاومي ريدمي نوت 10 برو، والتليفون دوت لحد دلوقتي اداؤه كويس جدا معايا، بس العيب الوحيد اللي موجود فيه دلوقتي ان هو وزنه تقيل، لان انا بستخدم حاجه اسمها اوزمو 3 هكلمكم عليها بعدين. دلوقتي غير كده اداء التليفون معايا كويس جدا، غير ان انا اصلا ما بحبش السيستم بتاع الاي او اس وانا بحب الاندرويد، فعشان كده خليتني في التليفون دوت. ده غير ان فرق السعر الشاسع ما بين التليفون دوت والايفون اللي انا كنت هجيبه. التليفون ده دلوقتي عامل في السوق حوالي $550 مقارنه بالايفون اللي انا كنت هجيبه كان داخل في $1200. فطبعا فرق السعر رهيب ما بين التليفون دوت وما بين التليفون التاني، والفلوس ديت انا اقدر استثمر بيها ان انا اجيب حاجه تانية للكاميرا هتنفعني اكتر. وبعد التليفون خليني اكلمكم على حاجه تانية اسمها اوزمو 3. اوزمو 3 دوت عباره عن رونين بس للتليفون، وده بيديك خواص كتير جدا ان انت تقدر تشتغل بيه على التليفون بتاعك، وهيطلع لك كواليتي حلوه قوي للفيديوهات اللي انت بتصورها. ده غير الفوتج اللي هتطلع منه سواء تايم لابس او سواء فيديو او سواء هايبر لابس، الحاجات دي كلها بتطلع بكواليتي كويسه جدا، بالذات لما انت بتستخدم حاجه زي كده بسيطه هتلاقي ان الحركه بتاعتها سموث جدا اول ما بتشوفها على ادوب بريمير او على الكمبيوتر. الصراحه الجوده بتبقى كويسه جدا ان هي تقدر تقارنها بكاميرات تانية كتير. وبعد ما تطلع الفوتج من الاوزمو او من التليفون اللي انت كنت بتستخدمه على الاوزمو، كل اللي انت هتحتاجه ان انت تلعب على الالوان شويه وتعمل ايديت شويه على ادوب بريمير، وبعد كده تقدر تقارن فعلا ما بين الفوتج اللي انت بتطلعها بالتليفون والاوزمو بالفوتج اللي انت بتطلعها من كاميرات غاليه جدا. طبعا في انواع حصول معينه مش هتقدر تقارن ما بين الدي اس ال ار او الكاميرات العاليه بالتليفون، بس الى حد كبير التليفون دوت ساعتها هيسعفك كتير في مواقف كتير جدا. حاجه ثانيه حابب اتكلم عليها وهي الاكشن كاميرا. الاكشن كاميرا ديت في ناس كتير بتتخم وبتغلط في البراندات الغريبه اللي بتطلع مؤخرا ديت، على اساس ان سعرها بيبقى واطي ومكتوب عليها 4K، بس الفوتج بتاعتها اول ما تحطها على الكمبيوتر وتقدر تشوفها او على سكرين كبيره بتلاقي ان الكواليتي وحشه جدا مقارنه مثلا بجو برو او باوزمو. فنصيحه، ابعد عن كل البراندات الغريبه ديت، حتى لو كان اسعارها مثلا $50 مقارنه بالحاجات التانية اللي هي هتلاقيها اقل حاجه $300 أو $400، حاجات زي جو برو 7 مثلا او اوزمو. الحاجات ديت فعلا الكواليتي بتاعتها قويه جدا، لا تقارن خالص بالكاميرات المعفنه اللي هي بيبقى مكتوب عليها اكشن كاميرا ومكتوب عليها 4K. حتى لو هي مثلا براند زي سامسونج او شاومي، البراندات دي كلها الكاميرات ديت فعلا لا تقارن بالجو برو والاوزمو. اهم ميزه موجوده في الاوزمو والجو برو بدايه من جو برو هيرو 7 ان الحاجات ديت تقدر تستخدمها هاند هيلد، مش محتاج ان انت تركب عليها ستابلايزر وان انت تستخدمها، انت بايدك بس كده هتلاقي ايه الفوتج بتاعتها سموث جدا، حتى لو انت بتتنطط وتتحرك الحاجات ديت بتطلع فيها كواليتي كويسه جدا. بغض النظر بقى عن البراند سواء انت هتجيبها جو برو او اوزمو، انت اصلا لو مش بتصور في حاجات فيها تنطيط وحركه كتير وحاجات بتخاف فيها على الكاميرا بتاعتك ما تجيبهاش، يبقى ملهاش اي لازمه. هي اسمها اكشن كاميرا، انت بتحتاجها وانت بتتنطط وانت بتنط من فوق شلالات وبتعمل هايكنج وتحطها في زوايا غير متوقعه، علشان هي اصلا بتاعه بهدله. لكن لو انت ما بتعملش الكلام ده كله فهي ملهاش اي 60 لازمه معاك. ودلوقتي خلينا نتكلم عن الكاميرات، وخليني اسالك سؤال، هو انت اصلا بتصور انهي نوع تصوير، سواء صور او فيديوهات؟ ولو انت بتصور صور ايه نوع التصوير اللي انت بتصوره؟ ولو هنتكلم عن الفروق ما بين الكاميرات دي 3-4 سنين ورا كنا ساعتها بنقارن ما بين الكانون والنيكون،
لحد ما نزل السوني وبقى الحاجات كلها معظمها ميرورليس دلوقتي. فدلوقتي تقريبا كل المقارنات ما بين الكانون والسوني والنيكون طلعت خالص بره المقارنات دي. وزي ما قلنا في الاول على حسب نوع التصوير اللي انت بتصوره، بس لو انت بتصور فيديو ساعتها هقول لك ان في فروقات هتظهر كتير قوي في الحاجات الميرورليس عن الحاجات الدي اس ال ار. خلينا نبدا معاك، لو انت بتصور فيديو وانت مغمض ساعتها ما تفكرش غير في السوني، لان انت لو محتاج نفس الامكانيات الموجوده في السوني ديت هتلاقيها موجوده في كانون برضو عادي، مفيش اي مشكله، بس هتلاقي فرق سعر اعلى شويه في الكانون. نرجع تاني لنقطه، لو انت بتصور فيديو فانا هقول لك خليك في كاميرا ميرورليس، طبعا فكر في دي اس ال ار. واحد، لان كل الكاميرات الميرورليس دلوقتي فيها هاي دايناميك رينج عالي جدا لا يقارن بالدي اس ال ار. ولو احنا هنتكلم عن السوني والكانون فانا هقول لك الكونتراست في السوني في الكاميرا نفسها بدون الايديت وبدون التعديلات اللي احنا بنعملها على ادوب بريمير، الكونتراست موجود في السوني اعلى بكتير جدا واحسن بكتير جدا من الكانون الصراحه. دوت عن تجربه شخصيه، يعني انت ممكن تلاقي الفروقات ديت موجوده بالنسبه لك احسن في الكانون عن السوني، بس انا ساعتها شايف ان الدرجات بتاعه الالوان والكونتراست اللي موجود في سوني بيبقى احسن بكتير جدا مقارنه بالكانون الصراحه. ده غير ان الكاميرات الميرورليس كلها حجمها صغير مقارنه بالدي اس ال ار، وديت حاجه هتساعدك كتير جدا في الفيديوهات اللي انت تقدر تتحرك بيها بشكل عشوائي، ان انت تستخدم ايدك من غير اي ستابلايزر. مش حتى لمجرد الفيديوهات، حتى في التصوير الصور العاديه انت لو بتسافر كتير وبتتنطط زي حالاتي مثلا كده، الكاميرا الميرورليس ديت هتساعدك كتير جدا عن الدي اس ال ار. يعني انا حجمها بيبقى كبير الصراحه وبتضايقني في اوقات كتير جدا، بس لسه معيش فلوس ان انا اغير دلوقتي. وفي الاخر هرجع اقول لك تاني، لو انت بتصور فيديو خليك انت في السوني، لو انت بتصور صور ساعتها هقول لك في مقارنات كتير جدا ما بين الكانون وما بين السوني. مش معنى ان انا فضلت السوني في الفيديو معناها ان الكانون وحشه، لكن في حاجات كتير جدا هتلاقيها في السوني لما بتلاقيها في الكانون هتلاقي سعر الكانون اغلى في الحاله دي. ولو انت عاوز حاجه تساعدك في الفلوجات بتاعتك او حتى في تصوير اي فيديوهات بزوايا تانية مختلفه، فانا طبعا هرشح لك ان انت تجيب الجوريلا بود وما تجيبش اي براند تاني من الجوريلا بود. بس حتى وانت بتجيب الجوريلا بود فانا هرشح لك ان انت تجيب اللي هي 5 كيلو مش 3 كيلو، لان 3 كيلو ممكن مثلا لو الكاميرا دي اس ال ار وحجمها ووزنها تقيل مش هتساعدك كتير قوي غير ان هي توجع لك ايدك ومش هتقدر تثبتها في حاجات كتير جدا، لكن ال 5 كيلو هتلاقيها فليكسبل معاك اكتر وبتقدر تشيل ال 5 كيلو طبعا مقارنه بال 3 كيلو. بس ارجع واكد عليك تاني، اوعى تجيب البراندات المعفنه التانيه ديت، لان هي كلها بتقعد شهر شهرين ثلاثه على حسب استخدامك وبعد كده بتتكسر او بتبوظ او بتقشر او حتى مثلا الهيد نفسها بتبوظ، فالكلام ده كله ملوش اي لازمه، انت كده بتخسر فلوسك على الفاضي. اخر حاجه معانا هنتكلم فيها النهارده وهي اللي بعد، ان انت تشتري لابتوب يساعدك في التصوير. ديت حاجه كانت مغرقه جدا بالنسبه لي وطلع عيني لحد ما سكرت على حاجه اللي انا لسه ما جبتهاش لحد دلوقتي، واللي هو ماك بوك برو. ما تقدرش تقارن الماك بوك برو او الابل بشكل عام باي لابتوب تاني، لان درجات الالوان في الابل الناس اصلا واخداها هي الستاندرد وبتقارن عليها. بس لو انت هتجيب ابل فانا هرشحك طبعا ان انت تجيب ماك بوك برو ومش اقل من 2016، رغم ان في مشكله بيقولوا عليها ان في 2018 اللابتوب بيسخن لو انت بتشغل حاجات كتير في نفس الوقت، بس ستيل برضو مع السخانيه اللي بيتكلموا عليها ديت فالبروسيسور بتاعه قوي جدا ودرجات الالوان طبعا مش بتقارن بلابات ثانيه في نفس الرينج السعر بتاع الابل. والكلام ده كله طبعا بيفرق مع اي حد بيعمل ايديت او ديزاين او حاجه ليها علاقه بالتصوير والكالرنج والاضاءه والكلام ده كله، لان الحاجات دي كلها بتحتاج دقه عاليه في الشاشه اللي انت بتشتغل عليها. ده غير طبعا ان هو حجمه صغير دوت هيساعدك في الحركه لو انت بتتحرك كتير. حاجه ثانيه، لو انت ما بتحبش السيستم بتاع ابل زي حالاتي كده مثلا، فانا هقول لك ان دوت مش اخر الدنيا، يعني في حاجات كتير جدا بتطلع لك نفس الكواليتي بتاعت ابل، بس فرق السعر ساعتها بيبقى زياده سنه. ده نتيجه المقارنات اللي انا قعدت اقارن فيها اخر شهرين ثلاثه، انا قعدت ثلاث تقريبا شهور عمال اقارن ما بين اللابات علشان استقر على حاجه. بس النصيحه، لو انت هتجيب اي لابتوب غير ابل ساعتها دور على بروسيسور قوي جدا وشاشه فول اموليد تقريبا هي ده الاسم بتاعها، علشان تقدر تديك درجات الالوان الصح اللي انت بتحتاجها. تقريبا دي اغلب النصائح اللي انا كنت نفسي اعرفها قبل ما ادخل مجال التصوير، سواء ان انا بشتري كاميرا او ان انا بشتري مثلا عدسه او ان انا بشتري لابتوب او ان انا بشتري جو برو او غيره الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. وفي الاخر اقول لك ان ديت ميول شخصيه بتختلف من الشخص للتاني، والحاجات دي كلها مش بتختلف كتير في النتيجه، انت ممكن تطلع نتائج كويسه بحاجات كتير مختلفه. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، لو عندك اقتراحات او اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات وهرد عليكم. ولو انت مش مشترك في القناه ما تنساش ان انت تشترك وتفعل الجرس، اول مره اقول الكلمه الغريبه ديت بس هو ده اللي المفروض يحصل. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.